دي الحقيقه امثله لبعض القياسات اللي احنا ممكن نلاقيها في تيبلز او في داتا بيزز زي اللي احنا كنا بنتكلم عليها. القياسات دي بالذات جايه من ناسا طبعا، زي ما كنا بنتكلم احنا بنتكلم مثلا على ناسا لو هي بتصمم مثلا مكوك، مثلا مكوك الفضاء، لو الحته اللي بيقعد فيها رواد الفضاء لازم تبقى عارفه على الاقل السايز بتاعتهم عامله ازاي، الاماكن اللي بيخرجوا منها ويطلعوا منها لازم تبقى فيتنج للبوبيوليشن بتاعت الناس المتوقع ان هم يبقوا رواد فضاء. فبنتكلم على يعني هو هنا جايب مثلا دايمنشنز بتاعت 40 year old American male و 40 year old Japanese female، واخد ان دي ده الابر ابر يعني ابر ليميت وده اللور ليميت. اوكي، فبنتكلم على هنا جايب لي الفيث برسنتايل، ال 50th برسنتايل، ال 95th برسنتايل. طبعا 50th برسنتايل ده اللي هو في الاخر يبقى حاجه زي الميديان مثلا، او ممكن نعتبر ان هو افريج، يعني نوع من انواع الافريج لو اعتبرنا انها في عندنا يعني نورمال ديستريبيوشن، لا ان المين هو الميديان. فبيسكلي بنلاقي ان احنا ممكن يبقى عندنا شويه قياسات كده تدينا الرينج اوف فاليوز اللي احنا بنتكلم عليها بالنسبه لايه؟ بالنسبه للهيومنز، بالنسبه للميلز وبالنسبه للفيميلز، بحيث ان احنا نقدر نعرف الرينج بتاع ايه؟ عموما لو احنا عايزين نكسترابوليت بقى على كل البوبيوليشن اللي في العالم يبقى نفس الرينج ده نقدر نستعمله. طبعا بيبقى عندنا لكل واحده من القياسات المختلفه، يعني بتكلم مثلا على كل واحده من الحاجات اللي هي دايمنشنز مختلفه في جسم الانسان هيبقى لها بارامترز بالشكل ده، زي ما احنا شايفين هنا انكل هايت، يعني بتكلم مثلا على مثلا الجزء بتاع الكاف هايت، بتكلم على الالبو هايت، بتكلم على كل الحاجات، كل البارامترز اللي احنا نقدر نشوفها في البني ادمين في الحاجات مثلا في الهاند مثلا ده السايز بتاع الاصابع قد ايه، كل الحاجات دي كلها نقدر ناخدها من الداتا بيز دي كلها موجوده ونقدر ان احنا نحصل عليها لانها بابليكلي افيلبل. برضه ممكن احنا نبص على حاجات زي كده نلاقي برضه الهاند مثلا هاند جيومتري والفود جيومتري برضه نفس الكلام، ممكن نلاقي عليهم برضه داتا بيزز كبيره الحقيقه توصف لنا كل واحده من البارامترز اللي احنا موجودين عندنا دول، كل الحاجات المترقمه دي ممكن احنا نحصل على البارامترز بتاعتها ك5th برسنتايل وك50th برسنتايل و95th برسنتايل. وبرضه بالنسبه للاطفال عندنا برضه داتا بيزز موجوده دلوقتي حاليا، دي معموله بقى مش موجوده في الميليتري، معموله في حاجات تانية برضه، يعني عندنا برضه بارامترز كفايه ان احنا نقدر نعرف برضه الاطفال في يعني كل واحد فيهم برضه يبقى الاكسبكتد دايمنشنز بتاعته عامله ازاي لديفرنت ايج، ده الافريج بوبيوليشن مثلا في السن سنه سنه سنتين وهكذا. طبعا لما احنا بنفكر في حاجات زي كده احنا عامه لما حد بيجي يشتري مثلا لبس بتاع اطفال بنلاقي ان مكتوب عليه مثلا سنه، طب سنه دي مقاس كام؟ بيبقى طبعا جايه الحاجات دي من داتا بيزز زي كده، زي ما بقول لكم ان الحاجات دي كلها بتستعمل مش بس عشان ميديكال ديفايسز، بتستعمل في كل الاندستريز عموما، زي مثلا الملابس، زي مثلا لما واحد يصمم كرسي بتاع عربيه، لما واحد مثلا يصمم عجله كرسي بتاع عجله، لما حد بيصمم مثلا مكتب الهايت بتاع مكتب، الحاجات دي كلها الحقيقه بتصمم بناء على الدايمنشنز اللي جايه في الداتا بيزز اللي بالشكل ده.